بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، جازف رجل الأعمال اللبناني الفلسطيني الأصل جهاد المحمد وأطلق مشروعه من داخل لبنان إلى العالم، صناعة السيارات الكهربائية منافساً شركات عالمية رائدة في هذا المجال. صنعت شركة السيارات إي في إلكترا سيارة كهربائية لبنانية الصنع تحمل اسم قدس رايس. مؤسس الفكرة هو جهاد محمد، هو رجل أعمال فلسطيني كندي خلقان بلبنان، وهو زلمي محب للبيئة. هالفكرة طورت عنده لأنه القوانين العالمية بتفرض أنه ب 2030 ما ينتج سيارات على الفيول، وب 2050 ما تكون في سيارات على الطرقات إلا سيارات كهربائية، وحتتطور لسيارات تانية وغيرها اللي هي الكابيتال والرايز والسوفكترا اللي هي فور ويل، وللإيكاب اللي هي تاكسي وغيره من السيارات. من الطبيعي أن تواجه كل صناعة صعوبات، ولكن الأكيد أن هذه الصعوبات لن تقف في وجه التصنيع. هذا ما قاله مدير الموارد البشرية وعضو مجلس الإدارة الأستاذ رغدي بزري. واجهنا مشاكل كتيرة وصعوبات كتيرة، ولكن نحن مع كل هيدا دلينا نطور ونشتغل. حتى باللوك داون حاولنا جهدنا انه نلتزم بمواعيدنا ونطلع اول بروتوتايب اللي طلع ب 21 فبروري. عم نحاول انه نبلش الانتاج بشهر اوغست او سبتمبر، لانه السيارات اولا بدها وقت لتقدر تجمع، وتاني شيء بدنا السيارات تطلع موديل 2022. بس نتخطى نحن شهر 7 السيارات بصير تطلع بموديل 2022 مش 21، وهي بالتالي حتكون سوفستيكيت. انطلقت الشركة من لبنان إلى العالم، وهي تؤمن فرص عمل للشباب اللبناني والفلسطيني في ظل القيود المفروضة على الفلسطينيين، كما أفاد الأستاذ رغدي بزري. عدد العاملين الحالي عندنا يتراوح بين الريسيرش ديفلوبمنت والإدارة والوركشوب حوالي 300، ولكن هدول كلهم بس حتى نطلع البروتوتايب. بعدين نحن حنتطور مينيموم 1000 او 2000، لانه بس يكون في برودكشن. البرودكشن بده رح يكون في برودكشن سنتر تجميع، وتجميع السيارات بدها كل مركز تجميع بده مينيموم 25 شخص، لانه بخلال 8 ساعات تطلع سياره اذا كان موجودين 25 شخص مع كل البارتس اللي بيحتاجوها. فبالتالي مينيموم 1500 ل 2000 من هلا للسنه. هناك محطات كمتكو سبينس كارفور تشرج هذه السيارات، كما أن شركة إي في إلكترا ستقوم ببناء 100 محطة كهربائية في مناطق استراتيجية توفر فري فاست تشارجينج، أي أنها ستكون تقدمة من الشركة. وهذا ما يدل على أن التعاون بين الشباب اللبناني والفلسطيني تصفه عبارة وهي بيروت ستشرق من جديد.